احب فيك مواعيدك الدقيقه. قصر، عنديش وقت. فين البيت؟ مش لما نتفق الاول اللي انت عايزه هتاخده. انجز. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني يا ملك. انت مالها بروحك ده ليه؟ كانت نايمة جوه. نايمة نايمة. امسك. حلال عليك البيت. جاب لك يخلينا كمان. دي مالك بنت مره صاحبتي الله يرحمها اللي حكيت لك عنها يا بابا. الله يرحمنا جميعا. وعقبال ما ترجع ياسمين بالسلامه يا رب. ان شاء الله قريب يا بابا. ان شاء الله. يا فين ياسمين يا طنط وافق؟ عملت ايه في موضوع ياسمين؟ يومين كده يا وفاء والدنيا اتظبطت.